السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. الجزائري باجودة عبد القادر الذي ينحدر من ولاية عين صالح يتحصل وبجدارة على شهادة المحاسبة والأعمال دفعة 2023 من جامعة بورسمونت الإنجليزية. والأجمل والأروع والملفت للانتباه هو حضور الوالدين بالزي التقليدي. نتمنى له مزيدا من النجاح. ألف مبروك.